كأب ممكن تقارن نفسك او مشاكلك او ضغوطك بالامهات. اوعى يعني تقعد تقول لي بقى انا عندي فلوس ومشاكل ومديري بيغلس عليا. حبيبي خلينا نبقى حقانيين، مفيش مقارنه ما بين اللي العيال بيعملوه في الامهات وما بين اللي المدير بيعمله فيك. يعني عشان تفهم قصدي، عمر مديرك اللي في الشغل ده جه قاعد فوق كتافك؟ عمره فجأة ساب مكتبه وقرر يقعد جنبك يصرخ في ودنك بدون أي سبب واضح أو أي طلب محدد؟ هل مديرك مثلا بيشد شعرك في اتجاهين عكس بعض لحد ما تحس إنك فقدت الذاكرة؟ بيوقع كورن فليكس على شغلك؟ بيتفتف الأكل في وشك؟ بيرمي نفسه على الباركيه في المكتب ويعيط ويرفص؟ مديرك بيمسكك من وشك كده وبيقعد عشان تبص له؟ يقعد يحوله بعنف كده، يشده كده 83 مرة في اليوم عشان تبص مثلا على لوحة مديرك راسمها عبارة عن خط بالقلم الشمع زجزاج وفي خرم بس هو ده كل الفن؟ مديرك بيضرب أخوه أو زميله يعني بسيف باور رينجرز في أي حتة؟ هل بيلون على الحيطة بتاعت قطك بالمكياج ويتخض فيحاول يمسحه بكريم الشعر؟ مديرك بيعمل كده؟ أؤكد لسيادتك إن لو المدير بتاعك عمل يعني حاجتين بس من الليسته دي كلها وانت ما قمتش مسكته كلته علقه موت وصوتك جاب لاخر الشارع، ابقى قول بقى يا سيدي ان الستات بتافور وان هم بيقولوا اي كلام وبيتشطروا على اصغر منهم والحاجات دي. حط نفسك مكانها يا اخي، هي الست هتعمل ايه يعني؟ يعني يا اما هتصرخ وتتنطط لها شويه، يا اما هتمشيها قانوني وتنزل تعمل لهم محضر عدم تعرض في اقرب قسم شرطه ويجرجروا بعض في المحاكم بقى. بص من الاخر بقى، الامهات دول يعملوا اللي هم عايزينه ويبقى على قلبنا زي العسل كمان. لازم تقدر بقى يا اخي مراتك ماما لما تشوفها منكوشه كده وفي حاله وحشه في المطبخ، الشبشب في ايديها كده وحله الاليه تحت بطها وبتصرخ، تقف تاخد جيست. ده يوم جميل، يوم لطيف، بس تاخد ساتر برضو عشان اي حاجه ممكن تلوشك تلبس تقيل. ها، وتقف بطريقه لذيذه وتبتسم وتقول لها كل سنه وانت طيب.